السلام عليكم يا اصدقاء، مرحبا بكم في حلقه جديده من لعبتكم لعبه جامب فورس. معكم يا سوتو البطل المغوار. هدفي هو ان اكون انا هو الهوكاغي، ولقد اقتربت من الوصول لهدفي. في حلقه اليوم ان شاء الله ساصبح انا هو الهوكاغي مكان ناروتو اوزوماكي. اكيد يا اصدقاء، يا سوتو وضع بصمته الان في لعبه جامب فورس. اذا جيتم الى هنا للابجريد الابيسي سكيل ابجريد، في امكاني عمل ابجريد لها. وبالنسبه لجي سكيل ابجريد استطيع كذلك رفعه الان للمستوى الرابع، وبهذا فانني ساصبح الهوكاغي ذا جريتست هوكاغي my family's ever seen. هي اللي كاين فعلها يا اصدقاء. استطعت رفع المستوى الان للمستوى الرابع. احتاج العديد من الامور لكي ارفع صراحه مستوي للمستوى الخامس. احتاج سكيل انرجي ريد وكذلك الجرين. واو، العديد من الامور احتاجها يا اصدقاء. لكن اولا هي اللي كاين رفع الابيليتي باور للمستوى الثالث. سنحتاج الان مزيد من سكيل انرجي لكي نستطيع رفع يا اصدقاء مزيد من المستويات. وبعد ما اصبحت انا هو الهوكاغي الرهيب جدا ورائع، لما لا نقوم بتغيير الملابس الخاصه بشخصيتنا لملابس الهوكاغي. اعتقد بان ملابس الهوكاغي ستكون هنا. نعم، ها هي يا اصدقاء. بما انني اصبحت انا هو الهوكاغي، اكيد ساغير ملابسي لملابس الهوكاغي. المهم ساشتري هذا السروال الابيض 400 قطعه ذهبيه، وساشتري هذا الاحمر كذلك. باقي السراويل هي خاصه بانميات اخرى، لهذا السبب لن اغيرها. ونختار الان السروال المناسب مع شخصيتنا. هذا السروال لا باس به، اعجبني، مميز. هذا كذلك اللون الاحمر مناسب تقريبا مع اللون الاحمر الموجود في زي. هذا هو السروال العادي الذي كنت ارتديه، وهذا السروال الاصفر الخاص بناروتو. بما انني اود التغيير اعتقد ساختار يا اما هذا يا اما هذا. هذا فيه اللون الازرق غير منسجم، نختار هذا يا اصدقاء. الهوكاغي الان مستعد لكي يدمر جميع الاشرار. وصلت لمنطقه لوفي، لم تبدا اي كاتسين. لا توجد مهام في منطقه لوفي، يعني علينا الذهاب عند المدير، عند الدايركتور. بالفعل هناك مهام عند الدايركتور. بدات الكاتسين في هذه الاثناء معي كورابيكا. اخبر كورابيكا بان فريزا هرب. كورابيكا يريد الذهاب معي لكنه مع الاسف لن يستطيع، لان هيسوكا ظهر في منطقه اسيويه ويريد كورابيكا الذهاب واكتشاف الامور هناك. مع الاسف لن نستطيع الذهاب لباريس، علينا الذهاب مع كورابيكا. اعتني بنفسك انت كذلك. نحن جئنا لباريس. هل اصبح هيسوكا يشتغل مع السموم؟ لا زلت لا اثق فيه لحد الان. كل ما يريد فعله هو الاستمتاع. لا تستمتع بارواح الناس يا هيسوكا. انا اعلم بانك قوي وتحب المغامره، لكننا سندمرك. سنصعرك ضد هيسوكا في هذه الاثناء. انا مستعد. اذا كنتم انتم كذلك اصدقائي مستعدين، فلا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا هذا المقطع مع اصدقائكم. خذ راسين تشوريكن. اصابني الكلب. واو، هيسوكا خطير جدا. حسنا، لم اصيبها بعد. هيا، لقد اصبحت انا هو الهوكاغي. لا يجب على هيسوكا ان يفوز علي. جيد، ضربته بتلك الكرة. مشكل، كما تشاهدون لقد استطاع اصابتي بتلك الاشياء خاصة. خذ راسين تشوريكن. جيد، هربت منه. يا سلام، اعمل سبيشال اتاك. راسين تشوريكن مرة اخرى. في هذه الاثناء حاول اصابتي لكنني دمرته. جميل جدا، اصابته يا حبيبي. اعمل سبيشال اتاك الفاير بول جوتسو. يحاول اصابتي بسبيشال اتاك لكنها لم يصيبني، انا من اصابه. يا سلام يا سلام يا سلام، جاء عندي، هربت منه، حاولت اصابته. خذ، جيد جيد جيد، دمر يا صاحب السلسله. هيا هيا، ضو جين دوتشين. اصبته، لم اصيبه بالضو جين دوتشين. احسنت. كورابيكا في هذه الاثناء سيتعارك ضد هيسوكا. اذا كنتم تريدون معرفه من هو الفائز فقط قولوا لي في الردود، لان لم يسبق لنا ان شاهدنا هذه المعركه في هانتر اكس هانتر، وجميعنا يريد مشاهده هذه المعركه. الان ستشاهدونها. استعملت الهولي تشين في هذه الاثناء، اصابني. الهولي تشين ستعطيني الهيلث كما ذكرت لكم في الحلقه السابقه. كما تشاهدون اصبحت املا الهيلث الان. هو يحاول الهجوم علي، اصابني. برغم من هذا لازلت املا الهيلث، لكنه اصابني بقوه في تلك الاثناء رغم من انني اوقفت هجمته. قوي، ممتاز، اصبته، دفعته. احسنت. الان هيا، توجين جوتشين. مشكل، قرر اصابتي بتوجين جوتشين. الان هيا، ارجوك امسكه. مع الاسف كان علي الاقتراب كثيرا لكي استطيع امسكه بسبيشال اتاك. سدد علي مره اخرى. في هذه الاثناء ساحاول الاقتراب منه. جيد، هيا دمر. احسنت. يا سلام عليك، لم اصب بالدوجين دوتشين. حاولت اصابتها صراحه برغم يستطيع اصابتي اصدقاء برغم من انني قمت بعمل لجاردين. جيد، لا بل اصابني. واو، اصابني اصدقاء وانهاني. هيش عندي اكثر من هيش عندها. شاتمو قوه هيسوكا في هذه الاثناء فانها خطيره جدا، لا يجب علي الاستهانه به. الغلط الذي فعلته هو انني استهنت به. الان لن استهين به، وشاهدوا كيف سادمره. اصابته يا حبيبي. يا سطو الهوكاغي في هذه الاثناء سيحاول اصابتي. هيا، حاولت مضادته لكنني لم استطع. خذ راسين تشوريكن، نملا سبيشال اتاك لانني اريد استثمارها بالدبل اتاك، الاتاك الخاصة بشخصيتي والاتاك الأخرى. جيد، هيا اذهب عنده. ممتاز، الآن
أصابته. يا سلام اقترب عندها مرة أخرى، أخرج يا كرة بيكا، دمر يا كرة بيكا بالطيب والجوتشين، ممتاز أنهيناه. عندما ركز في العراق فوز، في هذه المرة أسقطناه للأرض. كرة بيكا قال لي ويت انتظر، he's not being controlled by a cube. عرف كرة بيكا لأنه لم تتم السيطرة عليه من طرف الكيوب. كرة بيكا صراحة سلسلته تستطيع الدخول في قلوب الناس واكتشاف ما يدور في قلبهم وعقلهم. دروتش ميديو أوه اكتشف أمر كرة بيكا ويريد الانتظار قليلا الآن حتى تكبر الفاكهة. أوه ما الذي حدث لي؟ مشكلي أصدقائي لقد أمسك بي. لا بعدما أصبحت أنا هو الهوكاجي أمسك بي. وفي الأخير لقد ذهب. he got away هرب. ما هذا البعد الغريب؟ أوه سيل مصاص طاقة التقى بكين والديوان. قال لا سيل ماذا تريد؟ أحضرت لها تلك الآنسة جيفت هدية. كيف هذا؟ أحضرت لها ثلاثة شخصيات. I'm afraid I have no intention of becoming your friend. سيل لا يريد الانضمام لهم. Don't worry, I don't want anything worthless like that. كذلك كين أخبر بأنني نفس المشاعر أبدلك إياها، لا أريد أن أصبح صديقك. يريد فقط أن يشتغل معه لكي يسيطر على العالم. قال لا سيل هل تريد السيطرة كذلك على عالمي؟ فأجاب كين لا، أود السيطرة فقط على العالم الحقيقي، يعني يريد السيطرة فقط على الكرة الأرضية. وافق سيل لكي ينضم له، لكن سيسأله سؤالا واحدا فقط. قال له بعدما ستدمر العالم الحقيقي ما الذي سيحدث لعالمي؟ whatever you want to do. واو قال له افعل ما تشاء في عالمك. انضم له سيل. مشكل يا أصدقاء، لقد فقدنا هذا الكوكب كوكب ناميك، والآن سنفقد كذلك الكرة الأرضية مع الأسف. انضم سيل لأولئك الجبناء. أصبح كين قوي في هذه الأثناء، خصوصا هذه الأنسة خطيرة. ما الذي حدث؟ لماذا غضبت روكيا منا؟ إيشيغو أعتقد اسمه إيشيغو إذا لم تخني الذاكرة. وبالفعل عرف كورابيكا بأن هيسوكا التقى بالسموم، ونحن لسنا متأكدين هل انضم لهم أم لا. إيشيغو وآيزين، بالنسبة للشباب الذين شاهدوا الرسوم المتحركة الخاصة بإيشيغو ستعرفون بأن إيشيغو رجل خير وآيزين شرير، والمعارك صراحة ضد إيشيغو وآيزين تكون رهيبة جدا ورائعة. وها نحن جئنا لهونغ كونغ، هنا هو آيزين، أنا مستعد لكي أتعارك ضده. أوه، you can't sense spiritual pressure. نعم لا أستطيع. هؤلاء الأشخاص إيشيغو وتلك الفتاة روكيا عندهم قدرات خاصة يستطيعون الإحساس بالأرواح. بالنسبة لي أنا لا أستطيع الإحساس بتلك الأمور. وها هو إيزن، لحظة الحقيقة الآن، لحظة المعركة. His sword in anger. أخرج السيف بغضب، يريد تدميرنا. معكم يا سوتو يا روكيا، لا تخافوا ولا تحزنوا، سأدمرك بسرعة البرق. أوه مشكل، اقترب سريع سريع جدا. برغم من هذا دمرته، أصبته. هيا فايربول جوتسو. يا سلام، أوه انشأ ذلك الدرع، درع خطير. هيا ممتاز ضربته، برغم من هذا اصابني، الان سادمره. يا سلام هيا امسكه، مشكل لم امسكه، في الاخير امسكته يا حبيبي. املئ سبيشال اتاك، خذ الفايربول جوتسو اخرج. لقد اخرجته يا اصدقائي، لكنها لم تخرج بالطريقه التي اردت، بل ضربتها فقط وعادت للوراء. املئ سبيشال اتاك، خذ الكره، جيد، سدد علي بتلك الامور الكهربائيه خاصه، لكني دمرته. في هذه الأثناء راسينغان، أخرجي أنت يا روكيا، هيا دمري يا روكيا دمري. أوه مشكل، أصاب روكيا المسكينة. جميل جميل لم يصبني. سبيشال أتاك خصصا، أحسنت يا روكيا. هيا أملي سبيشال أتاك، جيد الآن يا روكيا، دمري يا روكيا. مشكل، قدرتك يا روكيا رائعة، لكن تحتاج لي بعض من الوقت لكي تستعملها. اذهبي اقتربي مني، أصابني بالرايكودن. هيا قدرتها الخارقة الآن. لقد قمت أصدقاء باختيار قدرتي الخارقة، لكن أمسكني بسبيشال أتاك. الآن هيا روكيا دمري، انتقمي. أحسنت يا روكيا، روكيا خطيرة جدا، أنزلت الهيلث خاصتها كثيرا. أو أصابني، كيف استطاع إصابتي أصدقاء في الأخير؟ أنا الآن ضغط، ومع الأسف أنا لقد ضغط على الجاردين. كيف هذا؟ روكيا سيئة جدا في الجاردين. أردت التنويع فقط في المعركة من أجلكم، في إمكاني الفوز عليه بسهولة تامة باستعمال شخصيتي. اهرب اهرب هنا، اضغط الان على الزر ولا استطيع الهروب. سولار كامي هامي ها، انزلت الهيلز خاصه كثيرا صراحه في الاثناء، امر رائع. وشاهدوا معي كيف سافوز عليه بسهوله تامه. استراتيجيه الراسين تشوريكين يا حبيبي. إذن يحاول الاقتراب مني لكنني سانهيه. يا سلام عليك، وبالفعل استطعت انهاء بسهوله تامه. كما ذكرت لكم في امكاني الفوز في هذه اللقاءات بسهوله، ليس ذلك هو إذن الحقيقي، إذن المستنسخ فقط. No way, that's spiritual pressure. أوه تلك الأرواح لقد اختفت. Yeah, there's no mistaking it. Let's go, the real battle still has yet to begin. المعركة الحقيقية لازلت لم تبدأ بعد. إيزن الحقيقي لازلنا لم نكتشفها بعد، تعاركنا فقط ضد إيزن المستنسخ. علينا الحذر.
اكيد ساحضر يا ايها البوس. وقلت تايمين يا سوتو اي هاف ا جوب فور يو. مره اخرى بدا عمل اخر في هذه الاثناء تسلسلت صراحه الاعمال والمهام. اكيد ساتجي معك هيا لكي ننطلق. لم نتوقف ولو لثانيه واحده في هذه الاثناء. في هذه المره سافرنا لهذا المكان يشبه صراحه احد المناطق في رسوم ناروتو لانني شاهدت وجه الهوكاغي مره اخرى. تلك الفتاه لقد استنسخت اصدقائنا. المعركه ستكون سهله ضد هؤلاء الاشخاص. صراحه ساستعمل شخصيتي فقط ودمرهم براسين شوريكين. لن اضيع العديد من الوقت معهم. اصمتي ايتها الغبيه. هدفكم لن تصلوا له. لن تسيطروا على هذا العالم ولو على جثتنا ولو على اشلاء اجسادنا. تناوشنا فقط حول السكان الكره الارضيه وخصوصا الضعفاء منهم. قلنا لها ماذا عن الضعفاء؟ لماذا تستهجمون عليهم وتستقتلونهم؟ لكنها لم تهتم للامر. قالت لي يجب على الضعفاء ان يصبحوا اقوياء. لكن لماذا انت اصلا تتحدث مثل الابطال وانت لست لا بطل ولا اي شيء؟ وبدات المعركه الشرسه جدا ضد هاتين الانسه. استطعت اصابتي. انا كذلك اصبتها. احسنت. ممتاز. هيا الان الان. جيد جيد جيد. دمرها يا حبيبي. يا سلام عليك. اصبتها. خذي الفاير بول جوتسو. دمرتها صراحه في تلك الاثناء. هي قويه لكن بالرغم من هذا سافوز عليها. خذي راسين شوريكين. تدرج عليا بتلك الامور البرقيه خاصتها. نملا سبيشال اتاك الان. هي كذلك حاولت ملء سبيشال اتاك. خذي. ممتاز جيد. صبتها مره اخرى. غالينا قويه بالرغم من هذا سادمرها. احسنت. عمل سبيشال اتاك فاير بول جوتسو. يا سلام. اذهب. انهيها انهيها يا صديقي يا سلام. احسنت. هيا فاير بول جوتسو. انهيتها يا حبيبي. غالينا انت قويه لكنك لن تصلي بطبيعه الحال لقوتي. سانهيك. ما رايك يا غالينا؟ ما رايك في قوتي؟ قوتنا رهيبه اكيد. واو اخبرتنا بسر. كين واز هيومن. ذلك الشخص الذي اسمه كين لقد كان انسانا عاديا مثلنا لكنه في الاخير تحول واصبح شرير. واو احد الاشخاص لقد قاموا بخيانته وقتلوا زوجته وابنته. لهذا السبب تحول واصبح شرير. واو عرفنا مزيد من المعلومات المهمه الان. وفرحت هاتي الانسه بعدما اصبح شريرا وبعدما حصل على القوى قررت تدمير العالم. وهاتي الانسه سعيده جدا لانها يريد تدمير العالم. يا سوتو اي وندر وات يو تشوز. اوه ستكون عندنا خيارات في النهايه. وهاتي التي اسمها غالينا هي روبليكا فقط مستنسخه من غالينا ليست هي غالينا الحقيقيه. تلك الامور التي قالتها صراحه لقد اثرت فينا كثيرا. هيا لكي نعود للقاعده يا صديقي. عدنا للقاعده. واو الخائن جاء. نحن نعلم بان هذا الشخص هو خائن لانه شاهدناه في الكاتسين السابقه وقال لهذا الخائن بان عنده مهمه من اجلي. لا اثق فيه. من الممكن ان يرسلني لكي اقع في فخ. ان كين يوزد بأهيومن. كيف عرف بان كين كان انسانا؟ لم نخبره بالامر. يعني انه كان مع غالينا عندما اخبرتنا بتلك المعلومات. لا زلت لا اثق في ذلك الشخص ببساطه لانه ساعد غالينا لكي تعود عند كين. وبهذا سنكون قد انهينا تقريبا جميع المهام هنا عند الدايركتور. واعتقد باننا سنكون قد فتحنا الان المهام. شاهدوا الكي ميشنز. نعم فتحنا كوكب ناميك. علينا الذهاب وانقاذ كوكب ناميك. الذهاب وانقاذ مارين فورد. وكذلك انقاذ الهيد ليف فيلج وهي قريه ما بطبيعه الحال. لكن هذه الامور كلها سنفعلها ان شاء الله في الحلقه القادمه. اتمنى ان المقطع الخاص باليوم عجبكم. لا تنسوا دعمونا بالضغط على زر لايك. انشروا مع اصدقائكم. نلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه. ولا تنسوا بان السلام وخير ختام.